الأستاذ محمد يقول في حديث من أتى كاهنا أو عرافا فسأله. طبعا الحديث روايتان، رواية من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فلم تقبل له صلاة 40، فقط الفضول، سأل فضولا لا تقبل له صلاة. ومن أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الأعوص والأكبر والأعظم. لما؟ لأنه صدق بأن هناك من يخبر عن الغيوب ويعلم الغيوب دون الله جل في علاه. والله يقول إنما الغيب لله، قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حتى النبي قال ولو كنت أعلم الخير لاستكثرت من ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ما أحد يعلم الغيب إلا الله جل في علاه. ولذلك الذي يدعي أنه يعلم ويبشر يعلم الغيب فهذا كافر مزاحم لربوبية الله جل في علاه. أما الأولى فالأخ بيقول الفرق بين الكاهن والعراف إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. الكاهن هو الذي يخبر أيضا، يتكهن ويخبر بالغيوب، وهذا كأنه ينزل في النجوم والعالم العلوي. والعراف هو الذي يضرب الخط ويضرب الرمال كما يقولون. أيضا الاثنان يتفقان على الإخبار بالغيوب، الاثنان يتفقان الأخبار بالغيوب. وهذه صفة خاصة بالله جل في علاه، لا أحد يعلم الغيب إلا الله، فإن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. لكن المسألة ليست بهينة. لو ذهب العراف، وطبعا مريئة الفضائيات الآن بنجمك، قل ما نجمك ويخبرونك بالغيبيات، هذا كله شرك، هذا كله كفر، لا يعلم الغيب إلا الله. فإن قال أنا عندي علوم وهذه العلوم بتحرك النجوم، طيب تتحرك النجوم تخبرك بما سيكون غدا؟ تحركات النجوم وأنت تعرف منازل النجوم تخبرك بما سيكون غدا؟ تخبرك بعلامات الساعة كما تفترون وتقولون؟ هل تخبرك بالغيبيات؟ ما هي إلا الاستعانة بالجن الذي يسترق السمع فيتكلم بالكلمة ويكذب الآخر الكاهن عليها 100 كذبة. إذن الثمرة الكاهن والعراف يتفقان ويتحدان في الإخبار بالغيوب. لذلك جعل من مر عليهم يسأل كبيرة من الكبائر، ومن صدقهم كفر. قال فمن أتى كاهنا وعرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه كما قلت منازعة للربوبية، فإن صدقته أنه يعلم الغيب كأنك كذبت الله، بأن الله قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله.